عبقوا روائح من وطنهم تفوح في الأجواء رغم بعد المسافة، فهؤلاء اللاجئون يعدون أطباقاً سورية وفقاً لوصفات الأمهات والجدات، ويضيفون إلى المقادير كماً كبيراً من الحنين للوطن. حلاوة الجبن من الحلويات اللي ما كتير مشهورة هون بالنسبة للفرنسيين، طبعاً جبنة مختلفة لأن هون ما في الجبنة السورية العكاوية البلدية مثل ما كانت عندنا ببلادنا يعني. وأكيد اللي بسوريا شو ما كان يكون هو في نفس الأرض نفسها، البساط الفلاحين اللي بيحصدوا القمح، بساط الأرياف اللي بتعمل الجبنة، هاي ما موجودة هون هاي الروح. ناشطون سوريون مقيمون ولاجئون يحملون أطباقهم ومنتجاتهم إلى جمهور فرنسي يبحث عن معنى العيد في كل جديد وإنساني. من الرائع شراء هدايا العيد، وفي الوقت نفسه مساعدة تلاميذ سوريين على الذهاب للمدرسة لتعلم القراءة والحساب والغناء. لا بد من دعم الأطفال السوريين، ليس المهم إن كانت المساعدة صغيرة، المهم أن نساهم كلنا وننشر الفكرة. الأكلات السورية تعرض هنا إلى جانب كتب عن سوريا وأشغال يدوية صنعت بأيدي أطفال ونساء لا يزالون في سوريا، وريع المبيعات يذهب للمساهمة في تأمين التعليم لتلاميذ داخل سوريا وفي بعض مخيمات اللجوء. يهمنا لفت النظر إلى معاناة التلاميذ السوريين، فمن المجحف أن ننسى ضحايا الحرب هؤلاء، لأن حرمانهم من التعليم يعني خسارة مستقبلهم إضافة لخسارتهم الحاضر. ينشر القائمون على هذا النشاط أسماء المدارس وعدد التلاميذ الذين يستفيدون من هذه المساعدات، ويعتبرون أن بناء الأوطان يبدأ قبل كل شيء ببناء الإنسان. يتكئون على ذكريات الماضي لصناعة معروضاتهم، وعيونهم ترنو إلى مستقبل أفضل لبلدهم عبر تأمين التعليم لجيل عانى ويعاني من ويلات الحرب. عزة غريب، إسكانيوز عربية، باريس.